أمام حضراتكم حميتي الحرب في السودان ستنتهي قريبا. قال قائد قوات الدعم السريع في السودان حميتي أن الحرب ستنتهي قريبا، معربا عن أمله في أن يعم السلام في البلاد. جاء ذلك في تسجيل صوتي لحميتي نشره عبر حسابه الرسمي في منصة إكس أو تويتر سابقا. وقال حميتي أن الحرب ستنتهي قريبا ويعم السلام وتزول هذه الفتنة، وأضاف: نحن نقاتل من أجل السودان، ولكن الفلول يقاتلون من أجل السلطة. وأكد حميتي أن الجميع ضحايا في هذه الحرب التي تدور في البلاد. وفي معرض حديثه عن الأسرى قال: نحن لا نقتل الأسرى ونعالج المصابين منهم، وكل من يضع السلاح هو أسير. وذكر حميتي أنه اقترح على رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان دمج الجيش والدعم السريع لخفض التوتر قبل اندلاع الحرب في 15 من إبريل نيسان الماضي. ونفى حميتي في التسجيل أن تكون قواته هي التي بدأت الحرب، مؤكدا أن عددها قد تضاعف منذ بدء الحرب، ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش السوداني على ما جاء في تسجيل حميتي. منذ منتصف إبريل نيسان الماضي يخوض الجيش وقوات الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة من الهدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3000 قتيل أغلبهم مدنيون وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها بحسب الأمم المتحدة. ويتبادل الجيش والدعم السريع اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية. طيب، قبل أن نذهب لهذا الفاصل السريع دعونا نعلق بشكل لافت على هذه الكلمات الصادرة من الفريق حميتي. الفريق حميتي ظهر في هذا التسجيل الصوتي أو استمع له من خلال هذا التسجيل الصوتي، يعني الذي نسبته قوات الدعم السريع له، لأنه في الآونة الأخيرة هناك أقاويل كثيرة على السوشيال ميديا من قبل كثير من المغردين والمدونين والفاعلين فيما يتعلق بالأوساط الإعلامية بأن الفريق حميتي قد قتل أو أنه قد أصيب إصابة بالغة. هكذا يتم تداول الأنباء على السوشيال ميديا، ويتم دائما وأبدا التشكيك في التسجيلات الصوتية المنسوبة للفريق حميتي، بل والتشكيك أيضا في الفيديوهات التي يصدرها الدعم السريع ويتحدث فيها عن أنها تصريحات جديدة من الفريق حميتي. لكن من الملاحظ في الآونة الأخيرة هو اختفاء حميتي، وأنه لا يظهر أو أنه لا يستمع إلى صوته إلا من خلال التسجيلات الصوتية. إما أننا نتحدث عن حرب معنوية تدار الآن من قبل الجيش السوداني من أجل التأثير في معنويات الداعمين لقوات الدعم السريع، أو أننا نتحدث أيضا عن خوف من قبل قوات الدعم السريع في ظهور حميتي ومن ثم يتم استهدافه من الفرقة التي تهدف لاغتيال الفريق حميتي جراء إعلانه العصيان والتمرد على الجيش السوداني وتحويل البلاد لحالة الفوضى ولحالة الانهيار تلك. لكن هناك تصدي كبير من قبل الجيش السوداني لتلك المحاولة من محاولات التمرد، أو أننا بالفعل نرى بأن هذه الأنباء صحيحة، لأنه كان هناك حب للظهور كبير للغاية من قبل الفريق حميتي، وأنه كان يتحدث عن أنه سيقوم باعتقال القادة العسكريين للدولة السودانية وأنه سيغير المشهد برمته في السودان. لكن ما حدث هو ظهور متكرر للفريق أول عبد الفتاح البرهان، زيارات خارجية، ذهب إلى مصر وتحدث حتى من مصر عن أنه يواجه حالة التمرد والعصيان تلك بكل أنواع القوة والحزم، وأن الحرب ستنتهي قريبا. وحتى في الفترة الأخيرة لم يتحدث عن أي نوع من أنواع المبادرات وأنه الحسم قد اقترب. هذا الأمر كان لافتا للأنظار، خاصة مع الجولات المكوكية الأخيرة للفريق أول عبد الفتاح البرهان داخل الدولة السودانية وذهابية حتى لمناطق هامة في العاصمة السودانية الخرطوم وارتدائه لملابس العمليات العسكرية. في المقابل هذا الاختفاء الذي يمثل لغزا للفريق حميتي وعدم ظهوره بشكل متكرر مثل الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كل هذه الأمور تضع الجميع أمام عدد كبير من التساؤلات.